هنحضر الفيجيتار في البيت، وطبعا مش هنشتري فيجيتار تاني. طبعا انا عندي كوباية بقسماط، طبعا دي بتتعمل من اي بقسماط انت عاملاه في البيت، وطبعا انا عملت فيديو قبل كده ازاي تعمل البقسماط في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، فحطلك الرابط بتاع الفيديو اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف عشان اللي عايزة تعمله. بتاخدي منه شوية وتطحنيهم وتملي كوباية زي ما انت شايفة كده، وبتحطي معاها التوابل اللي انا هقولك عليها زي ما انت شايفين كده. في طرف المعلقة فلفل اسود، دي معلقة صغيرة، في طرفها شوية فلفل اسود، وبحط معاهم كمان نص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من البصل بودر، وبحط نص معلقة جنزبيل، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة او الجافة، ونص معلقة كاري، وبحط معاها كمان نص معلقة من البابريكا، وبحط نص معلقة زعتر، ونص معلقة روزماري، وبحط معاهم كمان نص معلقة كمون، وبخلط كل المكونات دي في الكبة، وبعد كده بنرجع نشوف هنعمل ايه. وطبعا ممكن نضيف الملح، لكن انا ما بفضلش ان انا اضيف الملح، انا بحط الملح حسب الحاجة وقت ما بحب اقلي او احمر الفراخ بتاعتي او الارانب بتاعتي، فممكن انسى وازود الملح زيادة، فانا بفضل ان تكون التوابل بس كده خالصة من غير ملح خالص. بحط كل المكونات بتاعت التوابل في الكبة، هضربهم كويس واخلطهم كويس ونعمهم على الاخر، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه. وطبعا لو عايزاها حارة بتحط لها نص معلقة شطة مع المكونات دي، ولو عايزاها باردة ما بتحطيش نص المعلقة ديت. وهنبدأ نخلط كل المكونات كويس، وبعد كده هنرجع تاني. ضربت كل المكونات مع بعضها، بخلطها بكوباية البقسماط بتاعتي. وطبعا البقسماط بنعمله في البيت ما بنشتريهوش، وبنحمصه كويس وبنطحنه، بنكسره حتت وبنطحنه في الكبة بنفس الطريقة لحد ما بيبقى ناعم بالشكل ده، وبنخلط كل المكونات ببعضيها زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اضربها تاني في الكبة مرة كمان عشان كل المكونات تمتزج ببعضيها. طبعا الريحة فظيعة وجميلة في منتهى الجمال، احلى من الفيجيتار الجاهز اللي احنا بنشتريه. وطبعا زي ما انتوا شايفين كمية كبيرة، ولسه في كمية كمان هبدأ اضربها في الكبة من مكونات بسيطة وسهلة، ومكونات تعتبر رخيصة بالنسبة لاسعار الفيجيتار اللي احنا بنشتريها في كيس صغير خالص وما بتكفيش اي حاجة. يبقى انت كده بتعملي كمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة ورخيصة وموجودة، طبعا التوابل دي موجودة في كل بيت، بنعمل منها اللي احنا عاوزينه والكمية اللي احنا عاوزينها. هضرب كل المكونات، بعد كده هنشوف هنخزنها ازاي. دلوقتي هنبدأ نخزن الكمية بتاعتنا، طبعا متخيلين الكمية قد ايه، بخزنها في برطمان ولازم اجففه كويس ما يكونش فيه نقطة مية واحدة، وبغطيه وممكن اشيله في التلاجة عشان ما يفسدش، او احطه في المطبخ عادي للاستخدام بتاعي. يعني لو عاملة كمية كبيرة يستحسن انك تشيليها في التلاجة، بس تقفلي البرطمان كويس. ودي الكمية اللي انا عملتها من كوباية صغيرة من البقسماط،
وطبعا ممكن نعوض البقسماط بعيش التوست المتحمص او بالعيش الفينو المتحمص. يا ريت اللي عجبها الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد ان شاء الله.